في عناوين النشرة لقاء مصالحة بين الإعلام والقضاء والمشكلة في مكان آخر. في تأكيد من الجميع على أهمية وحدة المعايير وعدم الاستنسابية في طرح القضايا القانونية المتعلقة بالإعلام. حكم وجاهي يبرئ سرقات التخابر الدولي غير الشرعي. هيئة القضايا درجت أن تستأنف كل قرار عندما تكون الدولة معنية. عشية اللقاء الثلاثي، هل من أوجد العتب يبدده؟ ما في شيء أحسن من اللقاء المباشر، بيكسر كثير من التباعد ومن الجفا. أكيد الرئيس هون سيلعب دور إيجابي يعني. محلل خطاب مثل الأطرش بالزفة. ما كتير الأنا الأعلى عنده طاغي. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية. قضاء المتن السريع دهس حق الدولة في أخطر حادث مر يودي بالحق العام ويرديه صريع التسويات. فالحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور القاعي أعلن براءة شركة استوديو فيجن ورئيس مجلس إدارتها ميشيل جابرييل المر في قضية التخابر غير الشرعي، وطلب إبطال التعقبات بحق المتهمين ورد مطالب الدولة لعدم قانونيتها. صدر ذلك في لبنان وعن سابق سرقة وتصميم على زمن قاضي إلك قاضي إلنا، والتي أقلقت راحة وزير العدل. استأنفت الدولة القرار، لكن نتائج ما قبل الاستئناف مخزية ومهينة للمال العام، وتدفع إلى تعميم أن المال السائب يعلم المر الحرام ويحفز الآخرين على السرقة بكل براءة. فقاضي المتن منح اسمه المنصور إلى جابرييل ميشيل المر وفك الأصفاد التي كانت ستكبل يديه ونصره على الدولة، وهو الذي جنى منها 90 مليار ليرة ليلا ونهارا. الجرم وثقته وزارة الاتصالات في عهد بطرس حرب، وتبنته الدولة بشخص محاميها مصطفى قبلان، وحقق فيه المدعي العام المالي، وتداولته على مر أكثر من سنة لجنة الاتصالات النيابية برئاسة حسن فضل الله، ثم تعامل معه الإعلام كأوراق مضبوطة قبل أن يعترف به وزير الاتصالات الحالي جمال الجراح، الذي أجرى تنزيلات وسحق أسعار وخفض المبلغ على استوديو فيجن من 90 مليارا إلى 4 مليارات ليرة، ومع ذلك خرج المر ببراءة. كل المذكورة أسماؤهم كاذبون مدعون افتروا على ميشيل المر وزعموا أنه تخابر بشكل غير شرعي في ليالي استوديو فيجن الملونة. كل هؤلاء بوثائقهم وأدلتهم وتثبتهم من التخابر بالاتصال المشهود انبروا إلى اتهام ميشيل جابرييل المر بدافع الغيرة من تانجو محاميه إليل فرزلي على مسارح النجوم، وليس حرصا على مال الناس ورزق الدولة. بمثل قرار صادر كهذا عن المنفرد الجزائي في المتن، لابد أن يجري السؤال عن إيداع هذا الملف في المتن عرين آل المر، وكيف تبدلت وقائع هذا القرار بعد التشكيلات القضائية، ومن سرب القرار أولا إلى أحد أفراد العائلة الإعلامية لمحطة الأم تي في قبل طلوع ضوء الجلسة. ويمكن الاستنتاج أنه بمثل قرار تبرئة المر يطلق القضاء اللبناني دعوة صريحة إلى المواطنين لممارسة كل أنواع الفساد من دون رادع. فاسرقوا إذا كنتم محميين، وتخابروا وخالفوا وتفاجروا على الإعلام، لكن إياكم أن تمسوا القضاء بسوء سمعة أو أن تغنوا له ساخرين. تجرأوا على دولتكم وانعموا بمالها وحلالها، تبلطجوا فأنتم مدعومون. وهذا الحال لا تنطبق على السرقة الإعلامية الموصوفة في حالة استوديو فيجن، بل هي مسار معمم لا ينطق فيه القضاء باسم العدل. وإذا لم يواتي خاطركم هذا الكلام، فبإمكان البعض أن يرتكب جرم الحرق والرصاص والاعتداء، وملفه سيكون بالحفظ والصون لدى القضاء. لكن القضاء يتحرك إذا استاء الجار من أغنية هشام حداد التي خدشت مشاعره الفنية، ويتحرك بعنف إذا قرر مرسال غانم التمعن في الدفوع الشكلية، وينقلب وزير العدل على ظهره إذا خطب سامي الجميل في سوء العدالة القضائية،
وعلى هذا ينصح بتبديل الشعار الشهير ليصبح العدل المر أساس الملك. ضيوف شرف داخل لجنة الإعلام والاتصالات، والهدف التقريب بين الإعلام والقضاء. هي جلسة مصارحة ومصالحة جمعت بين الإعلام والقضاء تحت سقف لجنة الإعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله وأعضائها. ضيوف الشرف كانوا وزيري الإعلام والعدل ملحم رياشي وسليم جريصاتي، المدعي العام التمييزي سمير حمود، ورؤساء مجالس إدارات التلفزيونات اللبنانية. اللقاء الذي استمر أكثر من 3 ساعات متواصلة تخللته مداخلات من قبل المشاركين كافة، الذين انقسموا بين داعم للقضاء ومساند للإعلام. فيما رأى وزير العدل أن القضاء لا يمارس أي نوع من الظلم على الصحفيين، أتى الرد من الوزير المعني. أنا بشوف بالصيغة الاستنسابية اللي ماشي فيها الاستدعاءات على القضاء أنه لا، الإعلام أكثر من مظلوم، والإعلام آخر دوره أنه يستدعى القضاء، لأنه الإعلام عم يعكس واقع الأرض واقع الشارع. 4 نقاط أساسية رشحت عن هذا اللقاء النوعي بمحاولة من رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله تحسين العلاقة بين الإعلام والقضاء عبر طرح كل الملفات التي تربط بين الاثنين. النقطة الأولى إنجاز وتطبيق قانون الإعلام. الثانية ضرورة التزام الموضوعية في معالجة القضايا الداخلية. الثالثة تعزيز الصحافة الاستقصائية وتطويرها. أما الرابعة فهي استنسابية القضاء. وهنا بيت القصيد. في تأكيد من الجميع على أهمية وحدة المعايير وعدم الاستنسابية في طرح القضايا القانونية المتعلقة بالإعلام. بهمنا تعزيز دور التفتيش القضائي، وبهمنا مكافحة الفساد حتى داخل الجسم القضائي، والجسم القضائي ما عم ينفي هذا الموضوع، والدليل انه في قضاة عم يتحولوا على التفتيش القضائي. اللي كانوا موجودين من وسائل الاعلام اكدوا انهم تحت سقف القانون، ولكن مطلبهم كمان كان عدم الاستنسابية بهذا الامر. اتفقنا على ورشة وطنية للاعلام. اللجنة التي صادفت انعقادها تاريخ إصدار الحكم في ملف التخابر غير الشرعي وتبرئة رئيس مجلس إدارة تلفزيون المر ميشيل جابرييل المر كان لها حيز من النقاش أيضا. في الجلسة الماضية الدولة عند مستند قدمته بتقول فيه أنه حجم الهدر قيمته 4 مليار ليرة. هلا القاضي أخذ هذا القرار، هو عنده حيثيات وما بده يتدخل بعمل القضاء. كان النقاش جمعة الماضي بين 60 مليون دولار و4 مليون دولار، وقالوا النواب انه سواء كانوا مليون دولار ولا 60، الارتكاب ارتكاب. واليوم قال نفس الكلام، راح الموضوع على القضاء. عال جيد، طلع الحكم، نحن مع اصدار الاحكام، مش مع تبقى الامور غائمة. هلا في استئناف، اذا ما بدي اخدها على هذا المحل، قول انه نتيجة التشكيلات القضائية صار اللي صار، انا بدي ضلني انطر الاستئناف. نحن ننتظر حكم القضاء بمعزل أحيانا عن ملاحظاتنا، لأنه اللي عندهم ملاحظات راحوا على الاستئناف. القرار هذا لم يسلم من الانضمام إلى خانة الاستنساب لدى القضاء، سواء لدى الادعاء أو لجهة إصدار قرارات بضغوط سياسية. البطيء تعطى على الصليب، ما بقوش فيه لا عون ولا قوات ولا كتاب، كلنا بنصير إيد وحدة وبندفنهم هون بالحدث مثل ما دفننا قبلهم. هي تجاوزات عدة غض القضاء الطرف عنها. لماذا؟ سؤال واحد يجزم أن المشكلة الأساس ليست بين الإعلام والقضاء، بل بين القضاء والطبقة السياسية التي تتدخل في عمل القضاء، والذي لم يرصد له حتى اللحظة توقيف أي متهم محمي بغطاء سياسي. نعم، لا توجد عدالة في لبنان. ليال سعد، قناة الجديد. القضاء المتني يبرئ شركة ستوديو فيجن وميشيل جابرييل المر، والدولة ستستأنف القرار. القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور القاعي يعلن براءة شركة ستوديو فيجن ورئيس مجلس إدارتها ميشيل جابرييل المر في قضية التخابر الدولي غير الشرعي، وطلب إبطال التعقبات بحق المتهمين وبرد طلب المطالب المدنية المقدمة من المدعية أي الدولة اللبنانية في ضوء النتيجة لعدم قانونيتها. مش لحدا.
بعد أكثر من سنتين من ادعاء الدولة على الشركة، وبعدما تقلص المبلغ المهدور من 90 مليار ليرة أولا ليصل إلى 1,700,000,000 ليرة ثانية، حاول وزير الاتصالات جمال الجراح تقليص المبلغ المسروق إلى 4,800,000,000 ليرة، لكن ضياع وتهريب ملفات في القضية بحسب ما أكده رئيس لجنة الاتصالات والإعلام حسن فضل الله سمح للقاضي على ما يبدو منصور القاعي بتمرير حكم براءة لا يحتاج إلى حسومات. برئت شركة ستوديو فيجن في قضية بقيت عالقة وتخضع لتحقيق مكثف من قبل القاضي ربيع معلوف على مدى سنتين، لكن فجأة صدر الحكم فيها بعد إحالة الملف إلى القاضي منصور القاعي إثر التشكيلات القضائية الجديدة، وبعد جلستين فقط انتصر ميشيل جابرييل المر على قضاء المتن. لكن ملايين الدولارات تبخرت، أين وكيف لا يهم. ومع صدور الحكم الوجاهي أكد وزير العدل سليم جريصاتي أن هيئة القضايا ستستأنف القرار. هيئة القضايا درجت أن تستأنف كل قرار عندما تكون الدولة معنية، يعني رح يتم الاستئناف حكما. في حال قبول الاستئناف سيخرج ملف التخابر غير الشرعي وشركة ستوديو فيجن المتهمة من الحصن المنيع لآل المر في المتن إلى محكمة لا تخص بالضرورة. أدم شمس الدين، قناة الجديد. هل يعد القضاء في لبنان مطابقا للمواصفات؟ قضية حمودة حمودة، مين قال لك ترفع علي دعوة؟ رد ساخر على قرار قضائي استفز مجلس القضاء الأعلى في لبنان، فسارع يؤكد عدم جواز التعرض لشخص النائب العام لدى محكمة التمييز، ويحذر من تبعاته على سمعة القضاء وهيبته. لكن مهلاً، ألا تمس هذه المشاهد أيضاً بسمعة القضاء وهيبته؟ يلي اليوم عم بيهين القضاء حقيقة هو يلي عم بيتدخل باستقلاليته، يلي عمل التشكيلات، يلي فرض التشكيلات، هيدا هو يلي هين القضاء. لما بتشوفي بالتشكيلات أنه القوى السياسية المهيمنة هي اللي سمت القضاة بالمراكز الحساسة وتحديداً بالنيابات العامة وربما قضاء التحقيق، بتعرفي على شو ممكن يتحرك القضاء أو لا. فعملياً لما بيكون شيء بمس بمصالح السياسيين وبيطلبوا أنه يتحرك بيتحرك، لما شيء بضر الملاحقة بتضر بمصالح السياسيين منلاقي الدعوة بتنطفي أو ما بتتحرك أساساً وما بيكون فيها تعامل جدي بالتحيات. في بعض الأمور بتحرك القضاء لأنه بيكون في ضغط اجتماعي كبير، لأنه بيكون في متابعة حسية أحياناً، لأنه المدعي نفسه هو بيحرك الدعوة العامة. ولكن بدنا نشوف هون قديش العجلة اللي بيقوم فيها، قديش الأسوأ اللي بيقوم فيها، ولوين منوصل. في لبنان يتحرك القضاء لمحاسبة الناشطين والصحفيين على تغريدة أو منشور، ويلاحق أشخاصاً ومؤسسات تعرضت للاعتداء ويترك المعتدين. ما فينا نعتبر أنه القضاء مثل كأنه شغلة مثل ما وصف الدستور، يعني بدك تعتبر القضاء بالواقع اللي عم نشوفه اللي عم نراقبه. اليوم القضاء المراكز الحساسة تم ملأة من القوى المهيمنة، وبالتالي القرارات اللي عم ياخذها القضاء هو واجهة لقوى مهيمنة. وبالتالي اليوم إذا يعني شغلة من شغلتين، يا بدنا نحاسب الطبقة السياسية على أي شيء عم بيقوموا فيه القضاة، وهيدا خيار بس ساعتها بنعتبر سلطة القضاء حطت على جنب، أو بدنا نعمل كل جهدنا لحتى ندافع عن استقلال القضاء ونغير طريقة تعيين القضاة بهيدي المراكز الحساسة. القضاء في المبدأ هو ملاذ كل من سلب حقه، لكن إذا استمرت الحال على ما هي عليه إلى من يلجأ المواطن؟ سنة سبلاني، قناة الجديد. لقاء بعبدة الثلاثي استراتيجي ويغسل القلوب بعد أزمات وسجالات، فما المحاور المطروحة على النقاش؟ عشية اللقاء الرئاسي تشخص الأنظار إلى قصر بعبدة لترسيخ التهدئة بعد العواصف السياسية
ففي الشكل يعد اللقاء محطة لغسل القلوب بعد مطبات سجالية ناجمة عن أزمة مرسوم ضباط 94 وصولا إلى أزمة التيار أمل. وفي المضمون سيتناول اللقاء التهديدات الإسرائيلية والأجواء السائدة وما نتج عنها من مواقف رسمية وشعبية. ولكي يكون اللقاء مجديا وفق المصادر وجب البحث في المرسوم وفي التباين بين بر وباسيل. وتجزم مصادر الجديد أن اللقاء سيكون ثلاثيا بإصرار من الرئيس ميشيل عون، وسيتطرق البحث إلى عتب بر على الحريري. بشكل أساسي أكيد اللقاء سيحصل بين الرئيس عون والرئيس بر، هذا الشيء مؤكد، وانضمام الرئيس الحريري لها اللقاء يعني وارد، لأنه خاصة عند البحث في الملفات العلاقة بموضوع إسرائيل شيء منطقي أن يكون رئيس الحكومة كمان حاضر على الحديث، خاصة أنه خلاصة هذا اللقاء ستكون يعني نوع من توجيهات إلى المجلس على الدفاع. ما في يعني أجندة محددة للاجتماع باستثناء قصة البلوك 9 بالجنوب، وطبعا موضوع الجدار اليوم اللي إسرائيل ناوية تبني، والملف الإسرائيلي بشكل أساسي. إنما طبعا بذات الوقت أكيد مفتوح اللقاء على البحث في أمور أخرى مطروحة على صعيد البلد. مصادر الجديد تؤكد أن المرسوم وضع على سكة التفاهم في إطار مخرج يرضي الطرفين ويتوافق مع القانون والدستور، وأن هجوم محطة الأوتيفي على الرئيس بري ليس مربوطا بتوجيهات من رئيس الجمهورية، إنما المحطة نطقت باسم التيار. وفي المقلب الآخر تؤكد المعلومات أن الرئيس بري كان شديد الغضب نتيجة أحداث ميرنا الشلوحي وجن على كل اللي حواليه. أهمية اللقاء اليوم بين الرئيسين مهمة أيضا على المستوى السياسي بعد أزمة المرسوم، ومؤخرا الأزمة المستجدة اللي هي ما قالوا عليها فيها رئيس الجمهورية، طبعا أزمة التيار وتنهار وحركة أمل، أهميته أيضا لتثبيت إذا بديك تهدئة البلد ونزع فتيل أي انفجار في الشارع. تغليب الحريري رغبة عون على التزامه مع بري عدم التوقيع على مرسوم ضباط 94 أشعل عتبا بين الرئاستين الثانية والثالثة، فهل من أوجد العتب يبدده؟ ما في شيء أحسن من اللقاء المباشر، بيكسر كثير من التباعد ومن الجفا. بحضور الرئيس عون رح يكون له مسعى برأيك لتبديد هيدا العتب؟ أكيد الرئيس عون سيلعب دور إيجابي، لأنه يعني هيك نفسيته وهيك استعداداته. اللقاء سيكون حكما إيجابيا، وخصوصا أن للرئيس بري وفق المصادر مصلحة في عدم استمرار هذه الأزمة، والدليل القرار المتخذ في عين التيني القاضي بالتهدئة ومنع الفتنة وتوقيف كل الإجراءات التصعيدية. رواند أبو خزام، قناة الجديد. حزب الله يحيي ذكرى تفاهم مارم خايل ببيان. في الذكرى 12 لورقة تفاهم كنيسة مارم خايل التي جمعت التيار الوطني الحر وحزب الله، أصدر حزب الله بيانا أشار فيه إلى أن الذكرى تطل لتؤكد أهمية هذا الحدث التاريخي الذي رسم طريقا جديدا على الساحة اللبنانية ثبتت نجاعته خلال المراحل التي مر بها لبنان منذ حرب تموز العدوانية عام 2006، وصولا إلى الحرب على الإرهاب في السنوات الأخيرة، ومرورا بالأحداث المتعددة التي عاشتها البلاد على مدى أكثر من عقد. وأضاف البيان إن هذا التفاهم الذي جمع قلوب وعقول وإرادة فريقين كبيرين وأساسيين من اللبنانيين كانت مفاعيله حاسمة في تحقيق الأمن والسلم الأهلي والاستقرار السياسي، وهو لعب دورا كبيرا في معالجة كثير من القضايا الشائكة على المستوى المحلي، ليكون بذلك نموذجا يحتذى في بناء العلاقات بين القوى السياسية في لبنان. وأوضح أن تفاهم مارم خايل لم يكن لقاء بين قادة سياسيين فحسب، وإنما برهن في السنوات الماضية على أنه فرصة طلاق كبيرة وجسر تعارف وثقة بين قاعدتي حزب الله والتيار الوطني الحر، وهذا ما يعطي هذا التفاهم أهمية أكبر ويجعله بوابة جمع لكل اللبنانيين، بما يرتقي بلبنان إلى ساحة تفاهم وتوافق. ومن هنا أهمية الحرص الشديد على صون هذا التفاهم والحفاظ عليه في مواجهة القوى الخارجية التي عملت ولا تزال تعمل لاستهدافه وضربه. وختم البيان أنه في ذكرى تفاهم مارم خايل نجدد التزامنا التام به، ونشدد على استمرار السير فيه وصولا لتحقيق الأهداف الكبرى التي يطمح إليها والنهوض بلبنان وأبنائه نحو مستقبل أفضل.
الزميلة الأم بي أن أرادت أن تكحلها فعمتها. في قبره يتقلب سيغموند فرويد، ولا نعلم ضحكا أم قهرا يتقلب بعدما آلت إليه نظرية التحليل النفسي على قناة أم بي أن مع علي الأطرش الذي وضعت القناة قبل اسمه حرف الدال لاستحالة أن يتقبل من يستحق اسمهم هذا الحرف أن يضعوا أنفسهم في هذا الموضع. وأدى النزوات بما فيها والرغبات بين أوسين الرذيلة، يعني الرذيلة أدى ظاهرة. فالأطرش استدعي من عمله في إذاعة الرسالة على عجل إلى زفة مع زوجته هبة خليفة التي بدورها حصلت على حرف دال يسبق اسمها، ولم يكونا يعلمان شيئا عن العرس ولا عن الزفة على ما يبدو. ما كتير الأنا الأعلى عنده طاغي عنده إذا بدكم يعني الصا هو مكمن الرغبات. وحمل على ظهريهما عبء دكتوراه في علم النفس لم ينالها بعد. فالأطرش احتفل منذ شهور على صفحته على فيسبوك بإنهاء فصل من الماجستير، لكن الغاية تبرر الوسيلة والمهمة صعبة ولا يقبل أن يؤديها لا عاقل ولا محترم. دائما في حكي فتنوي، هذا الشيء بيدلنا على شخصية تحسين الخياط. والمطلوب من المسكين وزوجته ينافي كل ما تعلماه في الجامعة وكل ما يتمثل به الأطرش على صفحته على فيسبوك. ويمكن ببساطة استخدام ما صدر عن الأطرش وخليفة لتشخيص التقرير نفسه الذي ظهر فيه الغضب. آخر فصول دجل حثالة الإعلام هذه جاء عبر قناته الصفراء العنف اللفظي. تحسين خياط مجرد دجال ديدنه الكذب والنفاق والفساد والسرقة والانبطاح أمام أي صفقة رخيصة. عدم وجود أي ضابط إذا بدكم أخلاقي واجتماعي بقلوبي نشط الأخبار. نسي هذا الدجال أو تناسى أن البلطجة لو تقمصت برجل أو بشبه رجل لكان هذا الشخص هو تحسين الخياط. ولكن دعنا ودعكم من علم النفس، فله أربابه ومتخصصوه، وليس المقام مناسبا لحشر علم عظيم في مسائل يمكن أن يحلها مثل شعبي بسيط ومعبر في آن واحد. فتحسين خياط لم يأتي على ذكر الأن بي أن ولا على ذكر نبيه بري وحركة أمل حينما تحدث عن البلطجية والبلطجيين، وعليه ندعو المشاركين في إعداد هذا التقرير الفضيحة وصياغته فضلا عن الأطرش وخليفة إلى أن يتفقدوا ما تحت الإبط جيدا، فهناك تكمن على ما يبدو المسلة. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه في نحو 11 من ليل أمس وفي محلة التبين طرابلس وفي أثناء دهم قوة من الجيش عددا من المطلوبين لتوقيفهم، تعرضت هذه القوة لإطلاق نار ورمي رمانات يدوية ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وجرح عدد آخر. ثلاث ساعات من الاشتباكات المتواصلة والعنيفة عاشتها باب التبان ليل الأحد قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من قتل هاجر العبدالله الدندشي، أحد أبرز المطلوبين المنتمين إلى تنظيم الدولة. البيك كما يطلق على الدندشي هو عشريني من مواليد عكار، كان أحد عناصر مجموعة أسامة منصور التي خاضت معارك طاحنة مع الجيش خلال جولات القتال بين جبل محسن وباب التباني. وبعد دخول الجيش إلى المحورين هرب هاجر مع عدد من المسلحين إلى سوريا ومن ثم إلى العراق، حيث التحق هناك بتنظيم داعش وقاتل إلى جانبه قبل أن يعود إلى التبان عام 2017. أما في تفاصيل العملية التي أفضت إلى مقتله فكانت قد بدأت عند 10 من ليل الأحد، ولدى مداهمة الجيش مكان تواجده في شارع الحموي بهدف توقيفه بادر البيك إلى المواجهة بإطلاق النار ورمي عدد من القنابل اليدوية باتجاه الدورية، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين، استشهد أحدهم متأثرا بجراحه وهو الجندي خالد خليل. ثم فر الدندشي من مكانه وتحصن بأحد المباني المكتظة بالسكان، وعلى الفور عمل الجيش على تطويق المبنى وأغلق كل الطرقات المؤدية إلى شارع الحموي ومنع المواطنين من الدخول والخروج من التبان.
وعلى مدار ساعتين ونصف الساعة شهد شارع الحمو اشتباكات استخدم خلالها الدندش القنابل اليدوية والنساء المتواجدات داخل المنزل الذي تحصن فيه كدروع بشرية قبل أن تنتهي العملية قرابة 1 فجرا بمقتله. وشهد التباني حتى ساعات الصباح الأولى دوريات راجلة ومؤللة للجيش اللبناني وحواجز ثابتة، ونفذ الجيش مداهمات بحثا عن بعض المطلوبين. بلدة مشمش العكارية تشيع شهيد الجيش خالد خليل. إلى مسقط رأسه في بلدة مشمش وعلى أكف رفاق السلاح وصل جثمان شهيد الجيش خالد خليل الذي سقط شهيدا في مواجهة ليل أمس مع المطلوب الإرهابي هاجر الدندشي في طرابلس. أنا خيوة، أنا خيوة. شو بتقلو لأخوان؟ شو بتقلو أنت للشهيد؟ شريف، أصيل، شهيد، رفعت رأسنا، مت بكرامتك. لاستقبال الحاشد عند مدخل البلدة واكب جثمان الشهيد الذي لف بالعلم اللبناني إلى منزل ذويه لتلقي عائلته نظرة الوداع الأخيرة، وحيث سيصلى على جثمانه عقب صلاة العصر. ولنقول للظلاميين، للقتلة، للظالمين أن بقاء الوطن عنوان كرامتنا وعزتنا وضربه محال. وكانت قيادة الجيش قد نعت الجندي خليل المولود عام 92 والحائز على تهنئة العماد قائد الجيش. بعد الإعلان أدينا بشور وبري البغدادي. العراق يكشف عن 60 اسما مطلوبا حضرت بينهم راغد صدام حسين ومعن بشور، وغاب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. أكثر من 60 اسما وضع في قائمة سميت قائمة أهم المطلوبين بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش والقاعدة فضلا عن حزب البعث العراقي، والمفارقة أن اللائحة لم تشمل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في حين تضمنت اسم رغد ابنة الرئيس العراقي صدام حسين التي تعيش حاليا في الأردن. واللافت أيضا أن جميع الأسماء عراقية ما عدا لبنانيا واحدا هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، الذي اتهم بتجنيد مقاتلين للمشاركة في النشاطات الإرهابية في العراق. لم يتأكد بعد أن من نشر هذه المعلومات هو جهة رسمية عراقية. يبدو أن هناك موقعا من مواقع التواصل الاجتماعي جمع لوائح سابقة وبينها اسمي على لوائح أصدرها الاحتلال الأمريكي بدعم المقاومة العراقية، ولكن الجديد هو محاولة التركيز على اسمي في اللوائح الجديدة. أعتقد أيضا أن مثل هذه الأعمال هدفها تسليط الأضواء على بعض الأشخاص لمنعها من الحركة، خصوصا في هذا الظرف الذي تواجه فيه الأمة العربية تحديات كبرى مع صفقة ترامب. لذلك أنا أعتقد أن هذه العملية هي عملية سياسية بالدرجة الأولى، لكن في الوقت نفسه نتذكر دائما أنني وضعت على لائحتين في وقت واحد، لائحة الشباك الإسرائيلي بعد سفينة أسطول الحرية ولائحة المخابرات الأمريكية بعد احتلال العراق. أما رغد صدام حسين فتوعدت كل الذين يسيئون إليها بمقاضاتهم، لافتة إلى أن خبر القائمة يتردد منذ عام 2006، وشنت رغد هجوما عنيفا على الحكومة العراقية وقالت إنها مجموعة ليس لديها عمل سوى رغد في الوقت الذي يعاني فيه العراق تبعات الاحتلال. ألين حلاق، قناة الجديد. موسم الانتخابات افتتح رسميا بفتح باب الترشح، وفي اليوم الأول الصحفيون أكثر عددا من المرشحين.
عند 8 PM فتح باب الترشح للانتخابات النيابية العامة، فإلى مديرية الشؤون السياسية في وزارة الداخلية والبلديات كانت الوجهة حيث مكتب الترشح. زحمة إعلام من دون مرشحين، وبعد 5 ساعات وصل أول مرشح وهو عبد الناصر المصري عن دائرة طرابلس المنية الضنية. قدم ترشحه وخرج حاملا الإيصال بيده ليكون أول مرشح للانتخابات النيابية. هل قدم حماس؟ طبعا، ويفترض كل الشعب اللبناني يكون محمس، ولازم كل الشعب اللبناني ينزل بقوة بهذه الأصوات، خصوصا أن الشعب اللبناني لازم يعرف أن الصوت التفضيلي سوف يحدث تغييرا في هذه الانتخابات. لذلك علينا أن نبحث على التغييريين الحقيقيين، الناس اللي حاملين هموم الناس وحاملين هموم المجتمع. وفقا للقانون الجديد، فإن الفترة الممتدة من 5 شباط حتى 6 آذار هي المهلة لتقديم طلبات الترشح الفردية، ومن 7 آذار حتى 21 آذار هي فترة الرجوع عن الترشح أو ما يعرف بالانسحاب. أما ما بين 22 آذار والسابع والعشرين منه فهي فترة انضواء المرشحين في لائحة، وإلا يلغى ترشحهم. عادة بيكون في أكثر من هيك مرشحين أو شو الوضع؟ لا، عادة بتبلش هيك خفيفة، خصوصا هلأ في قانون جديد ومستندات جديدة، وبتعجق دائما بآخر الشهر. وفي شيء كتير اعترضوا عليه هو مش عنا أكيد، أنه كيف ما بيرجعوا لهم المبلغ 8 ملايين ليرة إذا فازوا بنسبة معينة، مثل كان بالسابق إذا 20% من أصوات المقترعين بيرجع مبلغ معين منها، أو إذا انسحب عن ترشيحه. فهيدا عم يعترضوا عليها، هيدا مش شغلة مش بالإدارة، هيدي مجلس النواب اللي أقره. عدم إرجاع جزء من 8 ملايين ليرة إلى المرشح تحت أي ظرف لاقى اعتراضات من بعض ممن ينوون الترشح. يعني ليش عم يعملوا هيك مع العالم؟ يعني كأنه نقصهم مصاري الدولة، كأنه بعض بدهم أكثر من اللي سرقوه، أكثر المحاصصة، بعض كمان بدهم ياخذوا 8 ملايين ليرة من المرشح. نحن لأنه مجتمع مدني عم نحاول نواجه السلطة، ونحن ما عندنا مصاري مثل السلطة. ترشح آخر سجل في آخر نصف ساعة من الدوام الرسمي، وهو رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي عن دائرة بيروت الثانية، الذي تقدم بترشيحه أحد موكليه، ليغلق باب الترشح لليوم الأول على مرشحين فقط. نعيم برجاوي، قناة الجديد. هل يؤثر الخلاف بين التيار وأمل في انتخابات المقعد الشيعي في جبيل؟ ستكون المنافسة على المقعد الشيعي في دائرة كسروان جبيل حامية في الانتخابات المنتظرة، فالمقعد الوحيد وسط 7 مقاعد مارونية سيتنافس عليه قرابة 20 مرشحا. في وفرة من المرشحين صحيح، ولكن بعد الاسم المتداول هو اسم النائب الحالي عباس هاشم، بالإضافة لعدد كبير من الأسماء. في مرشح بدأ يظهر وعمل حملة إعلانية، يعني كان سباق بحملته الإعلانية هو المرشح ربيع عواد، مثل ما علم أنه هو رجل أعمال ناشط في المنطقة وناشط بين أهالي جبال، بالإضافة لأسماء أخرى. أنا بعتقد أنه المقعد لن يكون لتكتل التغيير والإصلاح، وبالقانون النسبة صارت كل كتلة شعبية صغيرة قادرة توصل شخص على النيابة في عندها بالصوت التفضيلي. من أبرز المرشحين النائب عباس هاشم من مواليد طور زيا، متزوج وله 4 أولاد، يحمل شهادة في إدارة الأعمال، فاز بالنيابة عن منطقة كسروان جبيل في دورة 2000، وأعيد انتخابه في دورتي 2005 و2009 عن لائحة الإصلاح والتغيير. ويحل تاليا المرشح ربيع عواد من بلدة علمات، متزوج من قاضية في جبيل، مقبول من حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، رجل أعمال يدير مصنعا للمنتجات الورقية في جبيل يشغل قرابة 300 جبيلي. في جبيل قرابة 18,250 صوتا شيعيا اختار قسم منهم النائب عباس هاشم من كتلة الإصلاح والتغيير، الذي يجري حاليا الحديث عن استبداله بمرشح آخر تسميه حركة أمل وحزب الله بالاتفاق مع التيار الوطني الحر. فماذا عن احتمال أن يؤثر خلاف التيار وأمل على هذا المقعد؟ أنا برأيي ما أثر شيء، لأنه إذا كان من خلاف يروح لحزب الله، والاتفاق بين التيار الوطني الحر وحزب الله بعده مثل ما كانوا أقوى بغض النظر عن كل ما يحكى، بس هو بده يكون على لائحة التيار، يعني الترشح بالتحالف مع التيار، أما المقعد فسيذهب إما لحركة أمل أو لحزب الله. الناخبين ما هن يلي بده يعطي الصوت التفضيلي، هن أبناء الطائفة الشيعية الكريمة، يعني هن اللي بدهم يعطوا الصوت التفضيلي، بالإضافة لبعض الأصوات المسيحية اللي بدها تروح عند الشيعة، وبعض الأصوات الشيعية راح بتروح عند
مفضلين مسيحيين، هذه بطبيعة الحال بسبب تداخل المنطقة. أما بلك الأصوات، العدد الأكبر من الأصوات فيذهب من الطائفة الشيعية إلى هذا المرشح الشيعي، يعني بده يطلع بأصوات الشيعة. قد يكون الوقت حان للتغيير في جبيل، وبالتأكيد سيختار الجبيليون مرشحا بديلا يعبر عن تطلعاتهم ويكمل مشروع إنماء مدينتهم مدينة الحرف. شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على أهمية التعاون بين الدول لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلاياه السرية لوضع حد للأضرار التي أحدثها أو يمكن أن يحدثها بالدول والشعوب. وأبلغ عون وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس الذي زاره في قصر بعبدة بحضور وزير الدفاع يعقوب الصراف ترحيب لبنان بكل تعاون مع اليونان وقبرص في سبيل تعزيز السلامة البحرية والأمن البحري، لسيما أن الدول الثلاث تواجه تحديات مشتركة لعل أهمها الإرهاب الذي يتفشى في المنطقة، إضافة إلى تبعاته السلبية الكثيرة المتمثلة خصوصا في النزوح المكثف وتهريب البشر عبر البحر المتوسط. واستقبل عون أيضا الوزير السابق إبراهيم شمس الدين ثم سفير لبنان المعين لدى السعودية فوزي كبارة ورئيس الحزب العمالي الديمقراطي إلياس أبو رزق والنائب العام لأبرشية بيروت البطريركية للسريان الكاثوليك المطران ماريو حنا جهاد بطاح. الرئيس سعد الحريري يشيد بالوحدة الوطنية والاستقرار الأمني والسياسي في البلد أمام أعضاء السلك القنصلي الذين زاروه في السرايا الحكومية. أمل رئيس الحكومة سعد الحريري مواصلة العمل ضمن إطار التوافق والوحدة الوطنية التي يجسدونها من أجل تعزيز العلاقات بين لبنان والدول التي يمثلونها بما يخدم مصلحة الوطن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. نحاول قد ما فينا نقوم بكل الأعمال اللي بنقدر نقوم فيها إن كان اقتصاديا ولا سياسيا ولا اجتماعيا، وخاصة أنه البلد عايش بمرحلة فوق النزوح السوري اللي عندنا إياه وفوق المشاكل الاقتصادية اللي عندنا إياها، ولكن لا بأس لأنه يعني ما دام في وحدة وطنية بالبلد وما دام في يعني فكرة أو توحدنا حول الاستقرار وحول الأمن وحول أنه نتقدم بالبلد لقدام ومرقنا موازنة ومرقنا أنه الانتخاب جديد وكل هالأمور، يعني واضح أنه في توافق كتير واسع. وفي إطار نشاطه استقبل الرئيس الحريري وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس والوفد المرافق في حضور وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وعرض معه الأوضاع العامة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبحث العلاقات الثنائية مع السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد. الوزير السابق فيصل كرامي يؤكد أن عنوان معركته الانتخابية هو الوقوف في وجه حزب السلطة الذي لم يفرز سوى الفساد. هيدي صارت نكتبة، يعني ما بقي من 8 إدارة إلا أنا. بهذه العبارة رد رئيس تيار الكرامة فيصل كرامي على شائعة اتهامه بخوض الانتخابات النيابية باسم قوى الثامن من أذار، مؤكدا أنه لم يكن يوما في صلب قوى الثامن من أذار. موقف كرامي جاء خلال حفل غداء أقامه العقيد عادل زريقة في المنيا. لن أخوض الانتخابات باسم 8 آذار. أنا لا أفهم كيف يتحالف تيار المستقبل مع حركة أمل في عدد من الدوائر في بيروت، وكيف يعلن الرئيس الحريري علنا جهارا نهارا تحالفه مع التيار الوطني الحر في كل لبنان، وتكون النتيجة بأن فيصل كرامي هو 8 آذار في طرابلس. إني أؤكد لكم بأن العنوان الوحيد لمعركة الانتخابية هو الوقوف في وجه حزب السلطة الذي لم يفرز سوى الفساد والتحاصص والصفقات وتعطيل المؤسسات. ودعا كرامي إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات لتقرير مصير الوطن ومستقبل مدينة طرابلس. بعد الإعلان هذه من أجل رفاقي. أهلا بكم من جديد. وزارة الدفاع الروسية تكشف مصير طيارها الذي أسقط في إدلب. خذوها
هذه من أجل رفاقي. بهذه الكلمات قرر الطيار الروسي رومان فيليبوف أن يفجر نفسه بقنبلة تجنبا للوقوع أسيرا بيد الإرهابيين الذي أسقطوا طائرته في إدلب. فيليبوف الذي استهدف صاروخ أرجو طائرته السخوي 25 SM فوق إدلب استطاع الخروج منها وفتح مظلته، وبقي على تواصل لاسلكي مع قاعدته في حميميم. هبط على الأرض وفي حوزته مسدس وعدة مخازن إضافة إلى القنبلة اليدوية. مصادر وزارة الدفاع الروسي أفادت بأن الرائد الروسي اشتبك مع الإرهابيين واستطاع قتل 2 منهم قبل أن يصبح وضعه ميؤوسا منه، فقرر أن يفجر القنبلة بنفسه. وقد قلد وسام أبطال روسيا وهو أعلى وسام روسي. وفي سياق متصل كثفت الطائرات الروسية غاراتها على بلدات ومدن يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في محافظة إدلب شمالي سوريا. وبحسب وكالة رويترز فإن الغارات الجوية قصفت بلدتي كفرنوبل ومعسران إضافة إلى مدن سراقب ومعرة النعمان وإدلب. وظهر في شريط مصور سجله رجال الإنقاذ قيام رجال الدفاع المدني بإخراج أطفال من المستشفى في معرة النعمان الذي تعرض للقصف في الوقت الذي كان فيه رجال إنقاذ آخرون يكافحون لإخماد حريق. وقد نفت وزارة الدفاع الروسية استهداف المدنيين. بيع طيور برية نادرة في سوق الأحد وقوى الأمن تتحرك. الأبرشية الكاثوليكية تكرم رئيس مجلس إدارة مستشفى المشرق الدكتور أنطوان معلوف. تقديرا لعطاءاته في مجال الطب عبر مستشفى المشرق ونجاحاته اللافتة في إدخال أحدث التقنيات الطبية إلى لبنان، كرمت أبرشية بعلبك والبقاع الشمالي للروم الملكيين الكاثوليك رئيس مجلس إدارة مستشفى المشرق الدكتور أنطوان معلوف في احتفال حضره حشد من النواب والوزراء. وكرم في الاحتفال إلى جانب معلوف عدد من الشخصيات. التكريم أنا كثير مأثر فيه طبعا، وبشكركم وجودكم هون وبهالتكريم الحلو. بكون تسمحوا لي نقدم هالتكريم لوالدي، لأنه والدي هو الأساس بتربيتي، بدلني على الطريق الصحيح اللي لازم أمشي عليه. أنا بالنسبة لإلي ماشي على طريق اللي علمني إياه الوالد، بإذن الله بتكل عليه أنه دايماً لعمل الخير، وقد ما عطاني وزنات ربنا لحضلني ماشي فيه تجاه هالوطن العزيز علينا كلنا. بهالأيام بدنا نزين كل كلمة بدنا نقولها لأنه كتار عم بيصوروا. أرضنا أرض قداسة، أرضنا أرض مباركة، رغم أنه بعاد عن الدولة، بعاد عن المركز الرئيسي، وإنما نحن نشكر الله، نشكر الله باقيين، وبدنا نبقى، بدنا نعمر، بدنا ندشن كنايس، بدنا نفتح جوامع. وأكد معلوف استمرار مستشفى المشرق في عمله لتبادل الخبرات بين الأطباء وتعزيز تكنولوجيا الطب في لبنان بالتعاون والتنسيق مع جامعة مونبوليه. الأخبار الفنية في تقرير الزميل عمر خداج. سعيدة،
اختتم مهرجان الفيلم الأوروبي دورته الـ 24 بالفيلم اللبناني غدا العيد للمخرج لوسيان أبو رجيلي يلي سبق ونال جائزة لجنة التحكيم بمهرجان دبي السينمائي الدولي مؤخرا. الفيلم بيطرح قصة مشوقة قريبة من الواقع اللبناني، ولكل يلي بيحبوا السينما اللبنانية الواقعية منخبرهم أنه الفيلم رح يكون بجميع الصالات اللبنانية ابتداء من الأول من أذار. أهلا سيحتان أنا عندي احترام كتير كبير لمهرجان الاتحاد الأوروبي اللي بيصير بلبنان، وكتير انبسطت وقت عرضوا إنه يكون الفيلم هو فيلم الختام. هيدا شيء أكيد كتير فخر كتير كبير لنا كلنا إنه هيدا الشيء يصير. هو الفيلم أخذ تقريبا شيء سنتين شغل، الممثلين كلهم جديد، الناس رح تتعرف عليهم، بس هو كمان شقفة منه للفيلم لأنه أنا ما كنت حابب إنه العائلة وقت نفوت تنشوفها نحسها أو نكون نحن في وجوه أوريدي بنعرفها، لأنه ساعتها دغري بنطلع من فكرة إنه عائلة عن جد حقيقية ونحن فايتين ونقعد معها على غدا العيد. بقى مشان هيك المسين كلهم جديد، بس بنفس الوقت هن أعطوا أحسن ما بيقدروا بشغف وبحب، والفيلم ببين هذا الشيء. يعني الكاست كله كان مثل عائلة كبيرة، قضينا هدول الأيام التصوير بنينا علاقة حلوة بين بعضنا، وكنا عم نتصرف كعائلة فعلا بآخر الفيلم. أنا بلاقي أنه كل لبنان رح يحضر الفيلم رح يلاقي شيء لإله. بعد ما عرفت كل مشاكل العالم شو رايك تشرب بينا؟ فوتوا معي تشوف يا ولد 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 يا عاد المغني الأمريكي الشهير جاستن تيمبرليك إلى الغناء، وأحيا هالمرة العرض بين الشوطين في المباراة النهائية من دوري كرة القدم الأمريكي سوبر بول، وأخذ صور السيلفي متخطيا الواقع المحرجة يلي شهدها الملايين في 2004 بالذات الحفل يلي أحياه بوقتها مع جانيت جاكسون والحادثة الشهيرة عندما خلع تيمبرليك جزء من بدلة جاكسون خلال العرض وكشف عن صدره من دون قصد، فأضافوا حين مصطلح ووردروب مالفانكشن أو خلل في الملابس للقاموس الأمريكي بعد الحفل. أما هالسنة فكان تيمبرليك لحاله وقام بالرأس والغناء خلال عرض يلي استمر 12 دقيقة وشاهدوا أكثر من 100 مليون شخص على التلفزيون. لهون مشاهدينا بكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، منشوفكن باي باي. وأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميلة سعاد صالحة. مرحبا. بداية أخبارنا مع بوست على إنستغرام للعارضة كايلي جينر ولا عدني. كايلي صدمت جمهورها فرد مرة بخبر إنجابها لطفلة ولدتها بواحد شباط، واعتذرت من المتابعين على إخفائها خبر ومراحل الحمل طول هالمدة، ولكن السبب حسب ما وضحت هو حاجتها لتتحضر لهالدور الجديد بحياتها بشكل صحي وبعيد عن توتر الأضواء. وكملت وقالت أنه الحمل كان أجمل تجربة غيرت لحياتها، وشكرت أصدقائها وأهلها على الدعم يلي قدموا لي، وأرفقت هالبوست بلينك لمقطع يوتيوب وثقت فيها المرحلة من حياتها ابتداء من تعرفها على صديقة وانتهاء بولادة الطفلة. مقطع تمت مشاهدته أكثر من 24 مليون ونص خلال أقل من 24 ساعة على نشره، وهالشي بسبب الصدمة يلي تلقاها محبي ومتابعين نجمة بسبب صغر سنها يلي ما تجاوز العشرين. Yeah, boy.
ننتقل لمقطع فيديو آخر سبب جدل حاد بالصين بين متعاطف ومعارض لقرار أم قررت تبيع حليب رضاعة طبيعي تبع بنتها بالشارع لأي شخص بيشتري منها، وهالشي لجمع مصاري كرمال بنتها المريضة المحتجزة بالمستشفى ويلي مش قابل المستشفى يظهروها منها من دون ما يدفع الأهل مبلغ يقدر ب 15,000 دولار. فما كان من الأم وزوجها غير وضع لافتة بالطريق وعرض هالحليب للبيع ليتم تصويرهم وعرض هالصور أونلاين ومشاهدتهم من قبل أكثر من 2.5 مليون شخص مع 5,000 تعليق تراوح بين متعاطف مع قصة الأم والزوج مع انتقاد لمركز خدمات الرعاية الصحية بالصين وبين مين اعتبر أنه هيدي طريقة مبتذلة لكسب التعاطف. وأخيرا رح أختم مع خبر إعلان فيسبوك إطلاق منصة التسوق ماركت بليس باللغة العربية في كل من مصر المغرب والجزائر. هالمنصة كان سبق وتم إطلاقها لمستخدمي الولايات المتحدة من سنة 2016 وهي بتتيح للمستخدمين الاستفادة من فيسبوك لعرض منتجات وأصناف للبيع والشراء مع تحديد خيارات البحث حسب السعر الموقع والفئة، ولكن بيقتصر التعامل فيها للفئات العمرية اللي بتتجاوز 18 سنة. ومع هالخبر أنا بدي ودعكم، لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى الأكيد ما تنسوا تتاج أنت هاشتاك ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي. كان في النشرة لقاء مصالحة بين الإعلام والقضاء والمشكلة في مكان آخر. في تأكيد من الجميع على أهمية وحدة المعايير وعدم الاستنسابية في طرح القضايا القانونية المتعلقة بالإعلام. حكم وجاهي يبرئ صديقات التخابر الدولي غير الشرعي. هيئة القضايا درجت أن تستأنف كل قرار عندما تكون الدولة معنية. عشية اللقاء الثلاثي، هل من أوجد العتب يبدده؟ ما في شيء أحسن من اللقاء المباشر، بيكسر كثير من التباعد ومن الجفا. أكيد الرئيس هون سيلعب دور إيجابي يعني. محلل خطاب مثل الأطرش بالزفة. ما كثير على أنا الأعلى عنده طاغي. كان هذا كل شيء، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.